مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء واستوديو تحليل جديد ومباراه الاهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق للنادي الاهلي بتحقيق نتيجه ايجابيه باذن الله في ال 90 دقيقه الاولى هنا في القاهره. ان شاء الله يساعدونا في ال 90 دقيقه الاخرى ان شاء الله في الجزائر بعد اسبوع. يمكن مباراه صعبه جدا كابتن ايمن، زي ما حضرتك عارف مباراه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، كل الفرق واصله بطموحها، مباراه صعبه جدا، ولكن قادرين باذن الله بعزيمه رجال النادي الاهلي بتوفيق ربنا باذن الله ودعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله زي النهارده استاد الاهلي والسلام. ان شاء الله النادي الاهلي قادر على تخطي هذه العقبه الصعبه باذن الله رب العالمين. يمكن عاوز اقول لحضرتك ان النادي الاهلي اختتم استعداداته بالامس على ملعبه في استاد مختار التتش بالجزيره. يمكن كان تمرين قوي جدا في تمام الخامسه مساء، يمكن تم تنفيذ فيه بعض الجمل الخططيه اللي هيتم ان شاء الله تنفيذها في مباراه اليوم. يمكن سبق المران محاضره فيديو للمدير الفني مستر بيتسو موسيماني، يمكن شرح فيها للاعبين اهم عناصر القوه والضعف الفريق وفوق الصيف منافس الاهلي في مباراه اليوم. يمكن قبل كمان التدريب كان في محاضره الكابتن صلاح حفيظ داخل ارضيه الملعب، اتكلم فيها مع اللاعبين عن اهميه المباراه وصعوبتها. اي فريق طبعا كابتن ايمن بالطبع وصل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا فهو فريق قوي قادر على المنافسه واكيد جاي بطموحات واحلام، ولكن النادي الاهلي ان شاء الله يكون قادر على تحقيق الفارق وان شاء الله يعدي في هذه المباراه الصعبه باذن الله ويكون توفيق ربنا معاه. يمكن كمان النهارده كابتن ايمن اليوم في الفندق النهارده يمكن كان بادئ مبكرا جدا، يمكن كان فطار الفريق في تمام 11 صباحا، ومن بعده الغداء كان في تمام الثالثه. يمكن كمان كان في محاضره لمستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الخامسه والنصف، ومن بعدها وجبه خفيفه في السادسه. يمكن اهم ما يميز المعسكر هنا كابتن ايمن هو التركيز والاجتماعات المتصله سواء ما بين افراد الجهاز الفني وبعضهم البعض او كمان ما بين اللاعبين الكبار خاصه محمد الشناوي ووليد سليمان، كمان عمرو السوليه اللي بيغيب عن المباراه النهارده للاصابه المتناوله طبعا الشفاء العاجل، ويكون ان شاء الله قادر على اللحاق بمباراه العوده. يمكن عمرو السوليه كان حريص النهارده على التواجد مع اللاعبين داخل فندق الاقامه، كان واحد من كباتن الفرقه واحد من اللاعبين الكبار، كان حريص انه يكون موجود مع زملائه النهارده يتكلم معاهم يحفزهم قبل مباراه كبيره بالطبع النهارده امام وفاق الصيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. كل اللاعبين مصممين وعازمين، ودوت اللي قاله كابتن محمد الشناوي الكابتن الفريق امبارح في المؤتمر الصحفي، قال طبعا عندنا غيابات وغيابات مؤثره، ولكن النادي الاهلي في يعني باي 11 لاعب موجودين ان شاء الله قادر على تحقيق الفوز وقادر على المنافسه. وده بالطبع اللي قاله كمان المدير الفني مستر بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي، قال احنا طبعا هنقابل فريق قوي النهارده فريق وفاق الصيف بعد وصوله للنصف النهائي وتحقيق نتائج ايجابيه سواء في ملعبه او خارج ملعبه، مباراه صعبه ولكن احنا عدينا العده ليها، والفيصل هو الاداء في الملعب. ان شاء الله يكون الاداء في الملعب مرضي لكل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله كمان التوفيق يكون مع لعيبه النادي الاهلي ويحققوا نتيجه ايجابيه في هذه المباراه الصعبه. طبعا جمهور النادي الاهلي النهارده اللي هيزين جنبات استاد الاهلي والسلام عليهم عامل كبير جدا، نتمنى النهارده المؤازره 90 دقيقه تشجيع الفريق دعواتهم للفريق، وان شاء الله تبقى فقط يعني التوفيق ربنا، وان شاء الله الفريق يكون قادر على تحقيق نتيجه ايجابيه، وان شاء الله يسعد كل جماهير النادي الاهلي ويكون قادر على تحقيق كل طموحاتهم، وان شاء الله المنافسه على البطوله الافريقيه المحببه لكل جماهير النادي الاهلي. دي كانت كل اجواءنا هنا من فندق القمه كابتن ايمن، كما حضرتك اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق.